حنا انا هزيت رجلي من طنجة مسالي، يعني حنا دينا السيد من هنايا اصلا ميت، وهذه كل شيء كانت غير حيله باش ميموت في الكلينيك ديالو. قلت له انا شرح ليا كيما جيتي تهضر على فلوسك هنايا، اعطيني ديالش العمليه اللي دعملتي لراجلي. انا رجلي ديته على رجله صحيح، يعني ما فيه حتى شي حاجه، الحرق عادي، خرجناه من تما ميت، دوزوا عليه العذاب. تخيل كتجيب لنا بنت ما عرفاش حتى العرق فينو، وكتجي دي دم السيد كتضربو ثلاثه د لي باريعات كتوصل له العرق، راه صعيبه بزاف. مادام هو عمل العمليه الاولى وما نجحتش، الثانيه ما نجحتش، الثالثه قضى عليه بالمره، صردو ميت. انا رجلي هزيته من طنجه ميت نهائيا. يعني شنو الحال؟ انا ما عرفت ما ندير، وهادي عام والدوسي كيمشي للاستئناف ويرجع للكوميساريه، يمشي للاستئناف ويرجع للكوميساريه. انا النهار فاش دخلت المحكمه، خرجت من المحكمه جات لي ابيل، واش انت ما ناويهش تنزلي على ديك الدعوه؟ ما عاد تسمحيش في ديك الدعوه، راه تخسري من وجهك. تبعت الشيء ديالي قانونيا ويلاو تيقن في القضاء باش ينصفنا، حيتاش انا بصح تكرفصت. انا طلع ليا عايشه واحد العيشه مكرفصه بزاف، طلع ليا الكران واحد الدرجه ما بقيتش قاده عليه. الدواد بنتي ما كنلقاش باش نشريها، انا راجلي اللي كان كيصرف، راجلي اللي كان كخدام، انا ما عنديش شي دبلوم، ما عنديش شي حاجه اللي نقدر نعيش راسي منها. انا حق بنتي ما غاديش نسمح فيه، ودم راجلي ما غاديش نخليه يمشي غير هكاك بالمره، واخا يجيوني مليون تهديدات. اولا السلام عليكم، انا هي الزوجه ديال السيد اللي توفى في طنجه بمصحه خاصه اللي جاتنا الجهه ديال برشيفه. راجلي واحد النهار حس بالحريق، يعني كما كيمرضوا كاع الناس، ديناه تما مع ثلاثه ديال الليل، عملوا له الايكو، قال له عندك الحجر في المراره، يعني هاد ما لقيناش السيد اللي عملوا العمليه كيكون واحد اخر بالليل. عمل له الايكو، قال له غدا ان شاء الله في الصباح عاد رجع لهنايا باش تفاهم مع الطبيب، حيتاش المراره ضروري خصك تحيدها كاين فيها الحجار. لا غدا في الصباح رجعنا عطاونا ديك الايكو، عطيناه السيد اللي عمل له العمليه، شافو قال له انت اصلا خصك تعمل العمليه دابا، يعني ما كد المراره ديالك ما تطلب لكش الا ساعتين الا ساعه. حنايا فاش قالوا لنا باللي رخصو يعمل العمليه بحكم هو عنده عائلته في الرباط، قلنا نمشيو نعملوها في السويسي. مي مشينا عنده، هو قنعو بواحد الطريقه اللي ماشي عاديه، يعني قال له ما عندكش الوقت حتى باش توصل لداك السويسي، خصك العمليه دابا. صافي تفهموا عفوا على الثمن، هي الاولى 8000 درهم، خلصنا ديك 8000 درهم، طلعوا السيدنا على القول واحد السيرو هبطوه عمل العمليه. احنا عمل معانا 24 ساعه يكون السيد واقف على رجله، يعني المره كما قال كما شرح لنا هو، قال لك المره يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، سهله. منين وصلت ديك 24 ساعه جاو ينيضوا الزوج ديالي، ما قدرش ينوض، يعني الحريق تزاد له اكثر من اللي كان فيه قبل ما يدخلوه العمليه. ما السيد جاي نوض ما قدرش ينوض، قال لي ما يمكنش نخرجوا السيد اليوم، حيتاش بلي يمكن ديك المراره طلقت له المرار في ديك البلاصه، دابا يزيد معانا هنايا. زيدنا معاهم تما يومين، حتى ديك يومين زادونا فيها الخلاص، يعني ما بقتش محسوبه على العمليه، خلصناها. دز ديك اليومين جا شافو، يعني ما عملوا له لا راديو باش يعرفوا شنو المشكل، ولا جا قلبوا بيدو مشى في حاله، شاف حالو، رجع لنا في العشيه قالنا عاد خرجوه. خرجنا راجلي جبناه لهنايا بداك الصندات، عنده جوج كل واحده من جهه، دوز هنايا 3 ايام، يعني الحريق اكثر من اللي كان في الاول، وعام زاد جهد على الاول. ديك النهار الثالث صافي رجعتو بالليل، ما بغاوش يشدوه حيتاش بحكم هو ما كاينش في الكلينيك. عيطنا له قال لنا طلعوه على القولو غير دواد الحريق بيت تيموت، راه الحريق صراحه كان فيه ماشي عادي صعيب. مي جا لغد ليه في الصباح
قالنا ندير واحد تحليلة، عمل داك التحليلة ما قالنا شنو في داك التحليلة ولا شنو المشكل نهائيا. عاو كنجبدو عنده تما 3 ايام، في النهار الثالث قال لي انا غنهبط الراجل ديالك يعمل غير الايكو، يعمل الايكو باش نشوفو واش المرار اللي تجمع له تما ولا كاين شي حاجه اخرى. هبطو كانت فاجأة، راه طالع بالسيد يعني عملوا عمليه هذه الثانيه، ما شرح ليش علاش ولا قال لي هاد العمليه ديالاش بالمره نهائيا. انا كنستنى الراجل يطلع، تعطل ما طلعش، هو تنتحد قالوا لي راجلك راه تخلى عمليه. انا هو كذب عليا، ما قال ليش الراجل راه يعمل العمليه، قال لي حنا نعملوا له الايكو. ما يطلع سولناه يشرح لي علاش عمل ديك العمليه، ما السيد ما عندوش الجواب بالمره نهائيا، ما عطاني حتى شي جواب. كيقول لك لا صافي غيولي مزيان ان شاء الله يكون خير ويهود في حاله. حنا جبدنا من ورا ديك العمليه الثانيه 3 ايام عاونا نفس المشكل. هو كيشوف السيد ما قادرش ينوض على رجلو، يعني ما قادرش يخرج، خرجناه بداك الصندات يعني حتى الطاكسي ما كيبغيش يهزنا. كيشوف السيد كيقول لك انا نخاف على راسي ما نقدرش نهزو، باش وصلنا لهنايا راه تكرفيصه ومي جبناه لهنايا كيبغي يجلس السيد راه ما كيقدرش بالمره. يعني جوج تيوات وكل وحده كتعطي طروفاش كتعمر، كتبدا تجبد، كتبدا وحده تجبد من هنا وحده تجبد من هنا. بقى هنا عاوتاني 3 ايام، الحريق بزاف، وديك التيو اللي عملوا له مابقاش يجبد داكشي في القومه ولا تيخرج على برا. رجعناه قلنا له عاد شرح لنا شنو المشكل، يعني علاش هاد الصنده بقى دابا ما حبستش هادشي، اعطينا شي سبب شنو هو. قالنا عطلعوه يشد الفراش ويكون خير، هادشي اللي كيخسر علينا. طلعناه شد الفراش تما قوز، قول كنظن 4 ايام هكاك، 4 ايام جا ما قال لنا لي فين تفي ماشي به، ما جاش شرح لي انا غنهبط راجلك يعمل شي عمليه ولا لا نهائيا بالمره. شد السيد وهبطوه. كنسول انا ديك الممرضات كيقولوا لي حنا ما عندناش حق نجاوبك، منين يطلع الطبيب يجاوبك. هبطوا مع 9 الصباح حتى نقول 6:30 العشيه عاد طلع السيد، وداك الساعه ما فاقش، فاق حتى لغد ليه الصباح عاد فاق. ومنين جا داك الساعه منين طلعوه هو ما درش عليه، مشى فحالو ما يطلع لغدا في الصباح. حنا ما فاهمين والو، ما عارفين والو. السيد كيزيد يغوت بالحريق على اللي كان فيه في الاول كيغوت. قلت له شوف دابا عاد شرح لنا ديالاش هاد العمليات، شنو المشكل. ما عطاناش مره، ما يشرح لك والو، ما يعطيك حتى حاجه. الهضره اللي كيخسر علينا يكون خير من بعد وعنشوفوا الحاله ديالو ان شاء الله. هادشي اللي كيخسر علينا يعني تحسن ما كانش في راجلي نهائيا. ابقاو صافي، هذيك العمليه الاخرى هي اللي عملوا فيها 25 غرزه طلعوا بها، تما بقاو عليه بالانتيبيوتيك، هلكوه الماكله قطعوها له، تحاليل لحمو كله ولات زرقاء، ما بقاش فين يتحمل. فاش كيشوف البنت جايه تاخذ منه الدم بحال اللي مع السيد ما كتشدو الرعده، ما كيبقاش قادر يتحمل ديك السيده تدخل مع ديك الباب، يعني تكرفص عليه بواحد الطريقه اللي ماشي عاديه. ما قول شهر ونص، خلصت 8000 في الاولى وخلصت 8000 في الثانيه. الثالثه طلع عندي بلحيه بلحش، ما كيهضر معايا بحال اللي كنهضر معاك، قال لي عاد خلصي لي العمليه، انا الدواء كيجيني غالي. قلت له انا شرح لي كيما جيتي تهضر على فلوسك هنايا، اعطيني ديالاش العمليه اللي دعملتي لراجلي. انا جبت راجلي صحيح هنايا، وكيما قلتي لي راك عاد خرجو صحيح من هنايا، قال لي لا راجلك كيما دخلتيه عاد خرجو، انا راجلي ديتو على رجلو صحيح، يعني ما فيه حتى شي حاجه، الحرق عادي، خرجناه من تما ميت. ما قالناش يعني انا قلت له غنخلص لك هادي، ولكن اعطيني انا رجلي لاش عملت له هاد العمليه بجوج، اعطينا شي تفسير. ما كاينش تفسير نهائيا. قلت له كيما كتهضر على فلوسك جاوبني كيفاش عملتي لهاد العمليه ديالاش، شرح لنا. في الاخر مره مينا تصدع تما والناس حتى الناس المرضى خرجوا، قال لي يا رجلك وقع عنده واحد الفويت. شنو هو هاد الفويت شرحوا لينا ديالاش، ما كيعطيكش راس الخيط شنو هو هاد المشكل اللي عامل هو ولا علاش. وحنايا بواحد الطريقه لعب علينا يعني ماشي عاديه، ما عاد خلصيش العمليه وعاد خلصي
البياتة عندهم تما راه فوق الخيال، يعني ماشي شي حاجة اللي عنقدر عليه. أنا ما عنديش رجلي اللي كان خدام، وكنا كنعرفوا الخدمة الواحد كيخدم يوميا، يعني ماشي داكشي اللي كيجيب كيصرفو يخلص ماكلتو داكشي. كيفاش غنخلص أنا هاد البياتة؟ راه فوق الطاقة ديالي، ما بقيناش قادرين على داكشي. قلت له أنا ما غاديش نخلص هاد المصاريف حتى تعطيني شنو المشكل. قال لي أنا دابا متبع الحالة ديال راجلك، وعيجيو أطباء من مدينة أخرى ويشوفوه، وديك الساعة عاد نقرروا شنو هو الفويت اللي كاين. صافي العملية الأخرى هي بقاو عليه بلانتيبيوتيك. واحد الصباح جاو هبطوه، أنا استغربت، يعني كنسول البنت قلت لها شوفي ما نعطيكش راجلي تخرجي من هاد الغرفة حتى تعطيني فين غاديين به. قالت لي عاد دارلو ليريم، كنا كنعرفوا ليريم راه غالي، مشى هو عملوا الراسو، هزوا السيد هما الداوه طلعوه عملوا له ليريم مشى خداه الراسو هو. صافي السيد اخويا بقاو عليه كل نهار لانتيبيوتيك تهلك ولا كيغوت، كيقول له هب بهذه الطريقه، كيقول له الله يرحم لك الوالدين اعتقني انا كنموت، هذا الزوج ديالي لانتيبيوتيك كل نهار راه صعيب، عرفتي شحال كيدوزوا له في الليله، ويعني بلا فايده، الحريق غير ما كيتزاد، ما كاينش تحسن نهائيا بالمره، تحسن راه ما كاينش. صافي تما طلعوا عنا هو ومعه واحد ثلاثه الاخرين، انا صراحه هذوك ما كنعرفهمش، كنعرف علي له هو. جمعونا قال لي راجلك عديه للسويسي. علاش عندي راجلي للسويسي؟ عطيني السبب اللي غيخليني انا نهز راجلي من هنايا باش نديه للسويسي، راه ما يمكنش ليا، انا ما عملتيش معايا هيدا. قال لي انا المجهود ديالي عملته. قلت له انت عملتي الديفو من الاول، خصك انت تحمل المسؤوليه، انت اللي تكلف بكل شيء، انا ما نقربش على هذا الشيء. انا باش عرفتك انت عيب باغي تخرجني من هنايا؟ قال لي لا، انا هضر مع الناس في السويسي واللي عايت تكلفوا به وكل شيء. قلت له شوف انا ما نديش راجلي، انت عملتي هذا الشيء عاد تصلحوا انتينا. قال لي صافي. قال لي عاد مشينا الرباط. قلت له شنو غنمشيو نعملو؟ قال لي كدار تما واحد العمليه اللي ما يمكنش حنايا نديروها هنايا، ما عندناش المعدات ديالها بهذه الطريقه كي كنهضر معاك انا. دخلت على الراجلي، دخلوا قالوا هالو السيد، شدات واحد الرعده ماشي عاديه من الخوف، حيتاش اللي عاش تما راه صعيب بزاف، دوزوا عليه العذاب. تخيل كتجيب لنا بنت ما عرفاش حتى العرق فينو، وكتجي دي دم السيد كتضربو ثلاثه ديال البريعات كتوصل له العرق، راه صعيبه بزاف. هذاك الساعه الراجل مسكين ما بقاش، صافي ديك الساعه ما بقاش اللي يشوفها بعينه، هو داك الساعه ما كيهضرش، يعني ما بقاش كيهضر بالمره نهائيا، كيشوفها بعينه تيبكي. جابوا لومبيلاس، هزوا السيد هبطوه عملوه فيها بوحديتو، وحاشك تيرد بواحد الطريقه ماشي عاديه، كيرد من النهار اللي فتح له في العمليه الاولانيه ورجلي كيرد بواحد الطريقه ماشي عاديه بزاف كاع. هذاك الشيء اللي كيدوز في الصنده ولا تيردوا تيرجعوا بزاف كاع. صيفطونا الرباط، مشينا للرباط، مشى بوحدو في لومبيلاص هو والسيد اللي داه بوحديتو، يعني هذا بيدو مشكل. السيد انت خرج السيد من عندك، صيفط معاه ممرضه، هذا الشيء حنايا كنعرفوه كاملين. السيد صيفطو بوحديتو، مشى وصلنا للسويسي، عرفتي شحال السيد كيستنى تما؟ منين جاو طلعوه لواحد الكولوار ديال السويسي، ماشي حتى بلاصه في كيحطوا المرضى، كولوار خاوي طويل تما يومين، وراجلي مسيب تما في ديك الكولوار، وليت انا كنعيط عليه طنجة، شنو غيخسر عليا؟ قال لي انا ما عندي ما نقيلك، يعني انا ما بقاش الدوسي في يدي هذا. قال لي هنايا، قال لي شوف انا عنتكلف بالمصاريف ديالو بكل شيء ديالو، هذاك الشيء خويا ما منه والو، عكدو غي وعود خاوي عطاها لنا هنايا باش يخرج راجلي من هنايا، حيتاش هو متفاهم هو السيد اللي في السويسي. ملي ديك الصاله طللنا فيها راه فيها المرض لا علاقه باللي ماشيين حنايا عليه، فيها مرض واحد اخر صعيبه، سيد يلا فتح له، ويومين هو في الكولوار لا صير ولا دواء، لا كيفاش بغيتو هاد السيد يكون؟ هو اصلا مشى من هنايا ما كيهضرش ما كيعقلش نهائيا. انا كي وقفت حدا راجلي في السويسي قال لي شكون تينا، يعني ما كيعقلش بالمره نهائيا. قال لي انا شنو ماشي نعمل لك انا؟ قلت له انت قلتي لي عاد تكلف بكل شيء، انا كنعرف دابا راجلي دلقالو الحل،
واحد شويه جا عندي واحد السيد واللي تفاهم معاه هو تما، جا عندي قال لي واش انت زوجة فلان؟ قلت له اياه. قلت له سيدي راجلي جبناه هادي يومين والسيد مسيب هنايا لا دوا لا حتى حاجه، قال لي الدوسي باقي ما وصلش لعندي، زعما على اساس هما غيوصل عندهم الدوسي ويدوزوا داكشي على طريق الاداره، زعما باش نقولوا حنا راه بصح داكشي ما كاين منه حتى شي حاجه. 20 يوم هادي اللي هما عندهم ما مسجلش في سويسي، وما حنايا مجموع كامل دوزنا تما شهرين ونص اللي دوزنا في سويسي. مي سولنا على ديك العمليه اللي عاد دار راجلي، قال لي لا لا راجلك ما عنده بو عمليه، ما كايناش عمليه دابا. علاش؟ قال لي السيد تسكر ثلاثه الخطرات وماشي حتى في شهرين ولا في شهر، يعني في ظرف 20 يوم. حنا دابا يزازنا سكرنا راه تكون خطر عليه ما غاديش يتحمل. قلت له حنا صيفطونا اللي صيفطني انا عندك على اساس انت عدير عمليه ونمشي وحنا بحالنا. قال لي لا السيد اللي صيفطك عندي غير كذب عليك بهالطريقه، ما كايناش عمليه دراجلك دابا بالمره. انا داك الساعه ما بقينا فاهمين والو، وليت عيطت عليه. قال لي هما اللي كيعرفوا انا ما بقاش في يدي، يعني بديك الاسلوب اللي كيهضر هو دبر راسك، هو خرج من كل شيء، هو هادشي كله من الاول حتى الاخر عملوا لنا غير حيله. مادام هو عمل العمليه الاولى وما نجحتش، الثانيه ما نجحتش، الثالثه قضى عليه بالمره. صردوا ميت، انا راجلي هزيته من طنجه ميت نهائيا، يعني سويسي ما عملوا له حتى حاجه. اذا مات انا راجلي اليوم غيكون هو اللي قتلو في سبب الاهمال ديالو والعمليه ديالو اللي ما نجحت لا الاولى ولا الاخرى. وما اللي في سويسي انا كيما حطينا راجلي تما دوزنا 10 ايام شرحوا ليا كل شيء، قال لي راجلك ما غاديش يعني اذا درت له هذه العمليه ونجحت ما غاديش ينوض على رجله، وقال لي هذا الشيء واذا نجحت ما غاديش يعيش. يعني من الاول شرحوا لنا كل شيء، يعني الديفو اللي عملو احنا هزيناه اخويا، احنا انا هزيت رجلي من طنجة مسالي ومسالي، يدو ما كيحركهاش، يدو ما كيطلعهاش الراسو بالمرة. يعني احنا دينا السيد من هنايا اصلا ميت، وهذه كل شيء كانت غير حيلة باش ميموت في الكلينيك ديالو. عملنا تشريح، خرج تشريح ندفعوه لوكيل الملك درباط، وكيل الملك درباط دفعون طنجة، طنجة صيفطوا الكوميساريه ديال العوامه. صراحه كنشكرهم حيتاش عملوا معايا اكثر من اللازم، الدوسي ما كيخليوهاش عندهم فين كيجي كيعطيوني الرقم كيقولوا لي تبعيه في المحكمه. في المحكمه قال لك خص واحد اللجنه ضروري تكون باش تقرر، هي دفعوه لمحمد الخامس رفضوه، ديروا داك اللجنه رفضوه، صيفطوه للجهاوي رفضوه. يعني شنو الحل؟ انا ما عرفت ما ندير، وهذه عام والدوسي كيمشي للاستئناف ويرجع للكوميساريه، يمشي للاستئناف ويرجع للكوميساريه. انا نهار فاش دخلت المحكمه خرجت من المحكمه جات لي ابيل، واش انت ما ناويهش تنزلي على ديك الدعوه؟ ما عاد تسمحيش في ديك الدعوه راه تخسري من وجهك. انا جيت من تما لهنا ما عرفتش راسي كيفاش وصلت، ما انا بالضبط ما عارفاش شكون النمره، بلا ما كايناش النمره، هضر معايا ديك الهضرات اللي خسر عليا وقطع. انا وليت كنخاف نخرج من داري، ما بقيتش قاده نخرج نهائيا من برا، ما بقيتش كنقدر، ولا راكبني الوسواس. حنا عشنا الرعب، الرعب اخويا عشتو في السويسي اقسم بالله، راه تخايل كنشوف انا راجلي كيموت قدامي وكيقول لك عتقيني وانت ما قادره تعمل له حتى شي حاجه، ما كنلقى ما نعمل له. يعني حنا عيشنا هذا الانسان، عيشنا الرعب. الدوسي هادي عام، يعني انا ما فهمتش شنو المشكل، علاش هاد اللجنه اصلا رفضت؟ هادي رفضت، مي كتمشي للمحكمه كيقول لك ضروري خصنا لجنه، شنو الحل؟ انا مادام تبعت الشي ديالي قانونيا ولا وثيقن في القضاء باش ينصفنا، حيتاش انا بصح تكرفصت، انا طلع ليا عايشه واحد العيشه مكرفصه بزاف، طلع ليا الكران واحد الدرجه ما بقيتش قاده عليه، الدواء بنتي ما كنلقاش باش نشريها، انا راجلي اللي كان كيصرف، راجلي اللي كان كخدام، انا ما عنديش شي ديبلوم، ما عنديش شي حاجه اللي غنقدر نعيش راسي منها. انا حق بنتي ما غاديش نسمح فيه، ودم راجلي ما غاديش نخليه يمشي غير هكاك بالمره، واخا يجوني منيول التهديدات. هادشي انا عنتبع الشي ديالي قانوني، انا ما هضرتش غير هكاك. هذا التقرير هو اللي عطاه لنا باش ديناه السويسي. هذا عندنا تشريح، هادم انا ترجمتهم، طلبوا مني نترجمهم، ترجمت ملوم، عندي جميع الشي ديالي عندي هنايا، عندي التقرير ديال
ديال السويسي عندي باش خلصت كل شيء كاع المصاريف اللي خلصنا له تما، يعني هو ما عمل معنا حتى شي حاجه من عنده، انا مخلصه الشيء ديالي كامل وهو جالس يضحك علينا ويلعب بينا. عندي الورق ديالي كامله ما ناقصني حتى شي حاجه، الشيء ديالي كله عندي هنايا. واخا دابا انا كزوجه فقدتي الزوج ديالك على هذا الاعتراض الخطا، شكون كطالب دابا باش كطالب؟ انا بغيت حق دم راجلي ما يضيعش هكاك وحق بنتي ما يضيعش، هما اصلا ما غاديش يعوضوا لي راجلي، ما غاديش يتعوض، ما نعرف واخا شنو يعملوا، بنتي ما بغيتش حقها يضيع. احنا هضرنا معاك يقول لي يا سيري جري طوالك، انا ما عند ما خايفش منك، انا سيري جري طوالك، هو فوق القانون، احنا مادام جا ان القانون يلا وعندنا فيه الثقه كامله يعطيني حق بنتي، انا حق بنتي ما بغيتوش يضيع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.